How you doing? في شكل جديد للقصص الخيالية الكلاسيكية، ديزني تخرج بفيلم تانجلد، والذي يعد حلقة جديدة في سلسلة أفلام الأميرات. ولجعله أكثر تشويقاً، فإنه يعرض بتقنية الأبعاد الثلاثية الـ3D. ويتناول الفيلم قصة فتاة شقراء تملك شعراً طويلاً جداً، محبوسة داخل قصر شاهق الارتفاع، وتلتقي لصاً خفيف الظل كان يحاول سرقة القصر، فيعرض عليها مساعدتها في الخروج منه والتعرف على العالم باستخدام شعرها مثل الحبال، ومن هنا تتوالى المغامرات. How you manage to do that every single day without fail. ويقوم بتجسيد أصوات بطلي الفيلم الممثلة ماندي مور والممثل زاك ليفي، اللذان استمتعا بالتجربة إلى حد كبير. دهشت عند مشاهدة الفيلم لأول مرة، فقد فوجئت بأنه رومانسي إلى حد كبير. كنت أتخيل أنه فيلم سيقبل عليه بشكل أوتوماتيكي الأطفال فقط، حيث أنه فيلم عائلي ذات طابع فكاهي، لكنني وجدته حقا رومانسيا إلى حد كبير. موسيقى، مغامرات، فكاهة وقصة رومانسية جعلت من حجم التوقعات يزيد حول الإقبال على الفيلم، فكيف لا وهناك أميرة؟